اهلا وسهلا بكم مشاهدينا أعزائي من قناه الموصليه الفضائيه حلقه جديده من برنامجكم برنامج الموصليه في المتنبي وكذا ان شاء الله تكون حلقتنا اليوم حلوه وجميله مع مجموعه من الفنانين العراقيين راح وياهم نتحدث عن دور الفنان العراقي في الانتخابات في البرلمان وايضا في انتخابات نقابه الفنانين العراقيين من خلال برنامجكم برنامج الموصليه في المتنبي مره ثانيه أقول اهلنا وناسنا في مدينه العزيزه ام الربيعين لازم تختارون شخص المناسب في مكان مناسب خاصه دور وخاصة فنان العراق وسطاً فنانين في محافظتنا العزيزة أم الربيعين لابد تختارون شخص حتى يعيد البهجة حتى يعيد قاعة الربيع الجميلة وأكيد كل مناطقنا السياحية ومناطقنا الجميلة في أم الربيعين الحدباء أهلا وسهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا الأعزاء. مشاهدي الاعزاء متواصلين معكم خلال برنامجكم الموصل في المتنبي ايضا اليوم مثل ما في موضوع حلقتنا دور الفنان في الانتخابات ودور الفنان في انتخابات نقابه الفنانين ايضا التقي مع الفنانه التشكيليه الرسامه المتميزه العراقيه اكيد راح نتحدث بامور كثيره في الانتخابات وايضا دور الفنان اكيد ملاك الجميل مرحبا است ملاك اهلا وسهلا شرفتوني اهلا وسهلا اهلا قبل ما نتحدث اليوم احنا دور الفنان في الانتخابات يعني كيف راح يكون دور الفنان اليوم فنان عراقي شنو مطالبكم ايضا في الانتخابات طبعا الفنانين بشكل عام يعني وانا هاي مو اول دوره يعني سابقا سابق كنت نائب رئيس الشعبه التشكيليه بنقابه الفنانين. الفنانين عندهم اكيد طلبات كثيره واحنا اكيد مقصرين ويا الفنانين بشكل عام. سبب التقصير هو الوضع الاقتصادي يعني لان النقابه المجلس الاداره والهيئه المجلس المركزي حاولوا عده مرات دقوا عده ابواب للمسؤولين الدكتور حيدر العبادي وزير الثقافه The. Uh -huh. بان اكو هوايه نقص يعني بالامتيازات اللي يقدموها للفنان بالخارج أدهم امتيازات مثلا مجرد يكتب هو ارتست فنان يعني يشوفه حتى بدون تفتيش يدخل احنا بالعراق ما عندنا هذه الميزات مثلا المنحه كانت موجوده للفنان تقريبا انقطعت في البدايه استبشرنا بانه راح يتم توزيع اراضي للفنانين وايضا يعني يمكن وزع في بعض المحافظات مو في في بغداد وزع بالمحافظات يعني كم قطعه ارض وتوقفت فاحنا دائما بس ومع ذلك احنا كان اصلا وضعنا كنقابه يعني في شقه صغيره وايجارات علينا وحتى الاشتراكات هي قليله كانت بالنسبه لنا فالحمد لله والشكر اول شيء هو حصلنا عليه هو حصلنا على هذا المقر من وزير الثقافه ومن امانه بغداد، وبدا بدينا على الاقل صار عندنا مقر يمكن راح يكون الدوره الجديده للعمل اكثر، فنتمنى ان تكون الدوره الجديده هو بانه هاي الحقوق اللي وضعت للفنان، تخفيض التخفيض التذاكر، المنحه، المشاركات الخارجيه، فكلها بعض الفقرات وضعت. وضعتها لانه ما قدرت تتنفذ في الدوره السابقه ان شاء الله نتمنى يعني تتحقق في الدوره الجديده ايضا ست ملاك احنا انتخابات بعد ايام انتخابات الـ 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 في البرلمان العراقي احنا فنانين ايضا لا بد نختار يكون شخص المناسب في مكان مناسب لازم نختار ايضا شخص يكون قريب للفنان كيف نختار هذا الشخص طبعا هي ما تجي بيوم وليله، يعني انا يعني اتعجب مرات اشوف بعض الصور يرشحون هو انت مثلا تتكون عندك فكره فد على مستوى فتره معينه من الزمن. يعني نعم لماذا نختار احنا فنان يكون فنان هو يمثلنا؟ بالنسبه للفنانين، الفنانين اصلا اكثرهم هم يرشحون، يعني ما اعتقد يمكن. الدور فنانين. بالنسبة للفنان والله لحد الآن ما أعرف من الفنان المرشح يعني ما أقدر أقول لك بس أكيد إذا كان فنان متميز ومعروف وعنده عطاء وعنده يعني حب للفنانين وحب للفن وحب لمصلحة هذا البلد أكيد راح يصير الاختيار يوقع اختيار عليه نعم. نعم. ايضا ست اليوم نتحدث الموضوع عن اعمالك معارضك يعني يمكن نعرف اخر معرض لك طبعا يوم الاحد ان شاء الله القادم عندنا معرض احنا سويناه اشتركوا ب 100 فنان تشكيلي، 60 اجانب و40 العراق وراح يفتتح في قاعة الواسطي بدار الازياء العراقية اه نتمنى طبعا حضوركم وكل اللي يسمعنا اكيد اهلا وسهلا به. ان شاء الله اكو معرض يكون يمثل ايضا من اللوحات على مدينة الموصل. بالنسبة للموصل اكيد رسمنا احنا مع الانتصارات جيشنا كان هو النصر على داعش عملنا مسابقة بعنوان يعني احسن بوستر يرسم على بالنصر على داعش وخصوصا بعد الانتصارات اللي تحققت بالموصل وكان الفنان زهير البعشيقي هو الفنان الفائز بهذا البوستر فهو يعني احنا مو فقط ما خلينا الفنان مجرد يشترك بمعرض بلوحة موجودة عندنا اضطرينا بان نسوي لازم يرسم لهذا الحدث التاريخي المهم فاشتركوا عندنا ايضا بحدود 60 فنان وتم اختيار الفنان زهير البعشيقي ايضا كنا فنانه مصلاويه مروه الحايك ايضا يمكن وياكم مروه الحايك ويانا ايضا يعني دائما مروه دائما تشارك ويانا بكل النشاطات الثقافيه ومتميزه ونتمنى لها دائما التوفيق ان شاء الله نشوف ملاك الجمل قريبا معرض لها في مدينه الموصل ان شاء الله اكيد اكيد يعني يعني من هذ هذا بهذا المشروع وان شاء الله بس ان شاء الله يعني تكون عندي الافكار الموجوده تنطي التحجم التضحيات اللي قدمتها الموصل يعني م. نقدر نوصل في رساله شو تقول الموصل آه طبعا بابنا مفتوحه كنق يعني كنقابة فنانين وبنفس الوقت أبوابنا مفتوحة كجمعية كهرمانة لأن يعني رئيسة جمعية كهرمانة الفن... كل الفنانين هم أكيد يشتركون ويانا يعني. أكثر الفنانين من مصر يشتركون ويانا يعني من خلال معارضنا داخل العراق وأيضا من خلال معارضنا خارج العراق. شكرا لست ملاك الجميل فنانات المتميزة إن شاء الله نشوفك دائما في تقدم وازدهار إن شاء الله نشوف أعمالك خارج العراق وأيضا دول عربية وأجنبية. الحمد لله وشكر مشاركة ماخذة جوائز عالمية شكرا لك وشكرا إلى الحلوة وشكرا للقناة الموصلية وللكادر ومع تمنياتنا لكم بالتوفيق والتألق مشاهدينا الاعزاء نستمر لكم خلال برنامجكم الموصليه في المتنبي ايضا نلتقي مع الفنان العراقي المميز والجميل متواصل من خلال شاشه الفضائيات العراقيه وكافه فضائياتنا الجميله اكيد فنانه جميل طالب الربيع ما راح بس طالب اشكرك جدا يا طالب فتره ما شايفين شنو السبب اول اكيد هو بصراحه مو فقط انا اللي ما شايفيني وانما تقريبا الفنانين باجمعهم ما حد شايفهم صار حوالي بحدود ثلاث سنوات او سنتين ونص او خلينا نقول ثلاث سنوات لانه كل مرفق بالحياه كل تجمع بالحياة الثقافية أي اجتماعي عنده شعار في حياته شعار الفنانين دائما شعارهم شعار الكبير المقولة الكبيرة للكبير شكسبير عندما قال أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا قد ما يثقف الشعب أكيد راح يكون له دور في تغيير الحياة الاجتماعية هذا عليه من ينبني على تحرك الفنان في تثقيف الشعب الفنان من خلال العروض المسرحية الفنون التشكيلية الفنون الموسيقية الغنائية والأديب من خلال الصحافة من خلال المجلة من خلال البوسترات من خلال القصيدة الشعرية هذه النشاطات الثقافية هذه راح تحفز الجماهير تدعم تدعمهم عفوا معنويا نفسيا تشحن عندهم هدف التغيير فلما تكون هذه الحالات كلها تقريبا تقريبا شبه معدومه نعم. التثقيف راح يضعف اوكي التحرك الجماهيري للتغيير آه راح يضعف انت قلت التغيير احنا يمكن ايام قلائل يعني راح تكون انتخابات في البرلمان دور الفنان في انتخابات دور الفنان في كيف راح تختارون الشخص المناسب في مكان مناسب كيف راح تختار البرلمان الفنان هو في موضوع الانتخابات طبعا في خلافات كثيره عنه نعم. يعني انتخابات قبل سنه او سنتين او اربع سنوات كان شعارها الاصلاح نعم. آه عفوا اولا بدا شعارها بالتغيير نعم. لما انتظرنا شفنا التغيير شنو هو تبديل الوزير او المسؤول الفلاني من الدائره الفلانيه الى الدائره الفلانيه نعم. من الوزاره الفلانيه نعم. الى نعم. الوزاره نعم. فل... نعم. ماكو شيء اجت الانتخابات الاخرى اللي بعدها آه رفعوا شعار الاصلاح نعم. آه ما شفنا اصلاح نعم. ما شفنا اصلاح نعم. آه 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 الانتخابات المقبله او ما معر... يمكن راح تكون شعارها آه سعر نحو الترميم نعم. الترميم يرممون المجتمع في اعتقادي في اعتقادي اذا كانت هذه الانتخابات وارجو ان لا يقطع هذا النص اذا كانت حقيقيه وهدفها ديمقراطي وغير مؤدلجه سياسيا او دوليا بالتاكيد راح يصير الاختيار حر للانسان باختيار الانسان المناسب اللي ممكن اني يغير في مجال عمله دائرته وزارته محيطه عمله نشاطه نعم. الان اللي احنا دي نشوفه بصراحه اكثر الملصقات اللي موجوده في شوارع بغداد مزقت نعم. ما نعرف نعم. قسم لا فقط. ما تعرف اكو اتباع صح. او ما ماكو اتباع او الناس هي حروب نفسيه ما حروب اعلاميه حروب اعلاميه يعني انت لما تمزق شعار للمرشح الفلاني نعم. وتترك الشعار للمرشح الفلاني اذا انت ضد هذا مع ذاك من يضمن او يقول انه هذا اللي بقيته هو افضل صح. من اللي مزقت شعاره لا لا احنا خلينا في بعض السياسيين قالوا احد المسؤولات في البرلمان العراقي نعم. اكد ما اريد اقولها اسمها نعم. بس العباره اللي قالتها يعرفها الشعب العراقي كله قالت يا عراقيين انتم جربتونا 14 سنه جربونا اربع سنوات, سنوات لو نعم. طيب عزيزتي انا ما اريد اجربك نعم. انا جربتك يعني اربع سنوات انت ما سويتي شيء وبعد تختار تخلص الأربع سنوات نعم. هم تردين اربع سنوات انا عمر انتهى بدون تغيير نعم. فقط شعارات لماذا لم نختار فنان يكون من ضمن البرلمان هو يمثل يمثل شريحه من الفنانين لا لا في في فنانين انا ما اريد اذكر أسمائهم. حتى اسمهم. حتى نصيد دعايه لهم فنانين بالد هذا بالدوره لابس فنان لا باس الفنان انسان الفنان انسان ومؤثر بالمجتمع الفنان اديب الفنان مثقف الفنان سياسي الفنان باستطاعته ان يغير الحياه بالاتجاهات الصحيحه احنا مو فقط السياسي هو اللي غير الفنان ودور الفنان اقوى من دور السياسي الفنان يستخدم سلاح اللغه الكلمه يمكن السياسي يستخدم كلا السلاح او الميليشيا بعد انتخابات نقابات فنانين عراقيين كيف راح نختار الفنان يعني تحب ايضا تغيير الوجوه من خلال انتخابات القادمه لا, لا احنا اقول لك احنا نقابه الفنانين انا عضو بها من منذ سنه 1981 اه اه انا عضو عامل في نقابه الفنانين زين مو مساله وجوه ولا مساله اسماء زين يا اخي هي حتى في نقابه الفنانين النقابه اللي يجب ان تكون نقابه نزيهه جدا تصير بها صراعات تصير صراعات كيف نصلحها صراعات كل من جايب له مجموعه ويريد هو يتراس النقابه مم. هو يسوي الشعب المسيحيه انت زين اخي انت جاي ترشح اوكي ليش تسيء للي قبلك من اللي قبلك ايضا بنا صح. بنا واشتغل وما اعرف ايش وخلاص زين اكو كان شيء للفنان والاديب المنحه منها. المنحه هي اضافه الى راتبه حتى الفنان قد يكون ما يشتغل ما عنده عمل فني زين ممكن ان يعيش لان هذا دعم الى راتبه هذه شالت أيضا اللغه كثير احنا راح لكم منحه يكذبون إيه؟ يكذبون يكذبون, يكذبون. لانه سمعنا انه رئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء مع احترامات له رفع هذا الطلب الى وزاره الماليه باعاده هذا لسنتين او ثلاث سنوات اللي انقطعت وزير الماليه رفض اهم اعمالك اهم اعمالك الجمهور ايضا اعمالي الحاليه القديمه المعروفه القديمه أف يعني من ابرز اعمالي كانت المسلسل الكبير عالم الست وهيبه نعم. كنت مثلت فيه شخصيه المعروفه اللي هي صبح الاقرع ومثلت سائق الستوتة كنت انا صاحب العماره ومثلت في دار دور وحب وحرب والنخله والجيران وخليف نعم. العقال نعم. فاروق القيسي تقريبا اكثر الاعمال مع الاستاذ جمال عبد الجاسم تقريبا اكثر كيف تعامل, تعامل ابو عبد الله جمال عبد الجاسم تعامله إيه؟ تعامله رائع جدا رائع جدا في بنفس نفس الوقت أكون فنانين مخرجين أوه. اخرين يعني كانت؟ انا قدمت اكثر من عروض انا والاستاذ فنان نجم محمد حسين عبد الرحيم والفنانه غزلان قدمت عروض مسرحي مسرحيه هوايه قمره وربيع قاعه الربيع و اكو قاعه مسرح العمالي منو من, من الفنانين الموصل اصدقائك منين فنانين من الموصل اصدقائك زملاء من الموصل والله انا اعرف الاخ اللي صار كان نقيب الفنانين غازي فيصل غازي فيصل انسان رائع وانسان نموذجي وانسان مثقف وفنان منتج زين يعني اما بقيه الفنانين بصراحه ما عدنا احتكاك بالموصل شو تقول فناني يعني الموصل اليوم الفنانين الموصل, الموصل اقول يا ريت تفرحونا في عرض مسرحي وتدعونا اما نجي نشارك اعمال جاهزه نوجه لمحافظه نينوى ومجلس محافظه نينوى ولنقابه فنان نينوى ولرواء فنان في نينوى بان هناك عمل عرض من الاستاذ طالب الربيعي يحب يعرضه في الموصل مو صح؟ ايضا انا انا موجود عندي نصوص زين والاخراج والكوادر الفنانين الممثلين لكن انت تعال اضمن لي منام ان شاء الله لي السفر اوكي السفر ان شاء الله. واني اشتغل مجانا اشتغل مجانا يعني العرض المسرحي مالتي او المسرحيه مالتي انا اعتبرها صاروخ في وجه الاعداء اللي يرادوا يدمرون الموصل ويدمرون العراق وان شاء الله نكون إن شاء الله. نكون بنائين الفنانين نكون بنائين مو فقط للموصل وانما لكل العالم إن شاء الله. اللي في صراعات نعم. ويا ريت لك. نتوفق وتتوفقون ايضا عرضك المسرحي عرضكم في مدينة الموصل إن شاء, الله. إن شاء الله إن شاء الله بالموصل أقرب دعوة تجي للموصل أنا جاهز نلتقي مع الإعلامي المميز والفنان المخضرم وجميل متواصل مع كافة فنان العراق خاصة مدينة الموصل الإعلامي المميز والصحفي الأستاذ طه رشيد مرحبا أستاذ طه مرحبا أهلا وسهلا بك وبالموصل وبالموصلية مرحبا إحنا أكيد نتحدث وياك أمور كثيرة أستاذ طه إحنا دور الفنان في انتخابات في البرلمان كيف راح يكون دوركم وشنو المطالبات وكيف راح تختارون الشخص المناسب في المكان المناسب ابتداء أتحدث عن الفنان إذا رشح الانتخابات نعم. طبعا فنان كأي مواطن نعم. موجود في هذا الشعب من حقه أن يرشح مع أي كتلة نعم. ولكن أنا اللي مسجلة ملاحظة أنه أنا لا يمكن أن أرشح مع قائمة فيها فساد نعم. أو رأسها فاسد نعم. ولا يمكن أن أمد إيدي لناس جربناهم نعم. ولم يثبتوا جدارة نعم. في بناء العراق نعم. هذه ملاحظة الأولى الملاحظة, الملاحظة ثانية هو من حقه طبيعي ولكن اريد اقول مثل مقا بالمقارنه نعم. لورنس اوليفي الممثل البريطاني الشهير نعم. اختير عضو في مجلس الشيوخ نعم. لعطاءه ولتبني قضيه الشعب نعم. ولطيله عمره الفني نعم. وبالتالي اختاروا ان يكون عضو في مجلس الشيوخ نعم. احنا للاسف عندنا تهميش اصلا للفن وتهميش للثقافه من 2003 حتى قبل 2003 ما كانت الصوره احسن ولكن الان التهميش واضح وحتى يبدو متعمد نعم. أه تسال مسؤول يقول لك انا ما اسمع موسيقى تسال نعم. ما اعرفش وبالتالي يعني الفن أه نعم يوم عن يوم ده للاسف ده 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 للاسف ولكن عندنا امل كبير انه هذه الدوره الانتخابيه الجديده تفتح نافذه مشرقه ليس للفن فقط ولكن للحياة وللحياة العراقيين بشكل عام أيضا انتخابات نقابة الفنانين في في العراق أي أيام بعد أيام كيف راح تكون يعني اختيار تغيير الوجوه أو نبقى ويا الوجوه أو مثلا عندكم بالكم فرد موضوع حتى نرتقي بالفن العراقي احنا انتخابات الفنانين لا تختلف عن انتخابات كأي قطاع آخر صح لا تختلف صح صح نقول علينا أن نختار من هو يستطيع ان يمثل بشكل افضل الفنانين ويقدم خدمه للفن والفنانين، نعم. من اقول يقدم خدمه ليس بمعنى انه يكون عنده صندوق فيه فلوس ويقدم نعم. ولكن ان يجمع شتات الفنانين، ان يكون جريء بالتعامل مع الدوله، ان يكون جريء بالتعامل مع المسؤول، وبالتالي لابد من رفع مستوى الذوق الفني عند المتلقي من خلال نقابه الفنانين. نعم اخر زياره زيارتك لمصر شو كانت؟ كانت قبل بحدود سنه تقريبا مع مجموعه قبل التحرير قبل التحرير يعني بعد ما في بدايه تحرير الجانب الايسر تقريبا رحنا في زياره الى مخيمات النازحين مع مجموعه من الفنانين المرموقين ياسين طه مثلا ياسين لان يعني هذا أبو نورس. ابو نورس كان معنا في اكاديميه الفنون الجميله ولكن انا سفري خارج العراق لفتره طويله جدا مع الاسف قطع بعض الخطوط مع اصدقائي الفنانين انا اعرف ايضا حتى عند قرايب الموصل اني يعني أختي, اختي مصلاويه اختي مصلاويه مو يعني ولو انا مو مش مصلاويه لكن اختي مصلاويه بحكم انه هي تزوجت في الموصل عام 1953 نعم. وبقت في الموصل ولم أش اراها في حياتي الا اربع مرات اوكي شو تحب تقولهم عن شاهدوا اني الموصل يعني, يعني انا شو اقول احب الموصل أحب مثل ما احب باقي المدن العراقيه لكن خصوصيه الموصل انه اولاد اختي بها وما اعرفهم لحد الان نتمنى اشوفهم في يوم من ما في في ان شاء الله اتمنى اتمنى وتحياتي لهم جميعا مشاهدينا الاعزاء مستمر لكم خلال برامجكم الموصليه في المتنبي ها اجواء جميله ايضا تقي مع ابن الموصل ابن الحدباء اكيد الاستاذ المميز الدكتور وفنان ايضا أه حكمه داود مرحبا استاذ حكمه اهلا اهلا مرحبا اهلا فضائي الموصليين اهلا وسهلا احنا قناه الموصل وانت مصطاوي من تسمع الى اسم نينه وام الربعين سهل نينه وتلكيف الشيخ حمدانيه شنو شعورك القوش طبعا هي هذه فرحه كبيره يعني ان نرى فضائيه الموصليه تغطي نشاطنا نشاط جاليتنا نشاط ابنائنا بكل مكوناتهم القوميه وبتقديري هي هاي فرصه فرصه لكي يكون صح. أن صوت الموصلي صوت عالي لان الموصل هي رمز حضاره رمز صح. معرفه رمز ثقافه رمز تجدد ورمز تواصل ورمز عطاء مستمر نعم استاذ حكمة كونك انت فنان ودكتور وشخصيه محبوبه بين الفنانين اليوم كيف الفنان يختار البرلمان العراقي تقديري يقول لك اهل مكه تعرف بشعابها وما في افضل من الفنانين انهم يرشحون من هم يمثلهم لان الفنان يعرف ما يحتاج الفنان والفنان يعرف ما هي الخطابات التي يوجهها لجماهيره الفنان هو ابن المهنه، فاذا من يدافع عن المهنه هو ابن المهنه، لذلك انا بتقديري انه مهمه كبيره امام الفنانين لكي يرشحوا من يمثلهم بالبرلمان ولكي يرفع امام الحكومات القادمه ما هي احتياجات الفنان، كيفيه توفير المسارح، توفير السينمات، توفير دور العرض المختلفه، توفير الفضاءات المتنوعه للثقافه، مكتبات، دور عرض سينمائي وغيرها، لذلك انا اجد انه علينا ان على سعيدين ان نوفر فضاءات للعرض ومن ثم ان نوفر حمايه للفنان في حياته. نعم ايضا انتخابات فنانين ايضا في العراق تتاخر يوم عن يوم، شنو السبب؟ هاي مسألة طبيعية احنا اكو جملة ظروف تحكمها، اولا ظروف ادارية صح. ومن, ومن عندها ايضا ظروف البلد بشكل عام اللي يمر بيها، ظروف الموصل اللي مرت صح. بيها، اكثر من محافظة بس الفنانين اليوم محتاج ايضا دعمكم انتم كونكم انتم في لجنة التحضيرية المكافأة المالية لان المنحة يعني راحت نسينا المنحة، كثير كثير محتاجين محتاجين دعمكم قطعة ارض او او مساهمات من نقابة الفنانين الى الفنانين في محافظات العراق برايي ان صندوق حمايه الفنانين فد مشروع مهم واساسي يجب ان تهتم الحكومه به وتوفر فضاءات اخرى مضافه الى هذا الموضوع لكي يتسنى للفنان مواصله ابداع الفن الشعب الذي لا يمتلك الابداع والفن لا يمتلك حياه استاذ حكمه اخر مره شو كانت <applause> يعني هي قبل حوالي شهر ونص <applause> حقيقه رحت لمنطقتكم مثلا خلينا نقول رحت بالضبط منطقه حوش الحمام كانت وهالمناطق هذه القريبه من بيت جدي كانوا موجودين هناك لا منطقه الحمام يم الجامع الكبير نعم. مثل ما جامعة. معروف اي اللي الان اصبح اصبح الان ما موجود يعني مع الاسف يعني اي نعم. هذا بقت بس كيف نعيد الموصل؟ رجل. كيف نعيد حياه الموصل؟ تراث الموصل؟ اعمار الموصل؟ توفير نعم. اهم شيئين، توفير راس المال للاستثمار نعم. وتوفير الامن والامان نعم عندما يتوفر الامان ويتوفر الامن والاستقرار بالبلد اعتقد اهل موصل قادرين ان يعيدون بناء الثقافه الموصليه من جديد اهل الموصل مبدع مبدعين واهل الموصل هم عشاق حياه فلذلك هم بما انه هم هي الموصل ام الربيعين فستكون هم ام الفنانين وام المبدعين وام العطاء وام التواصل لكي تكون مناره مشرقه ليس على صعيد الشمال العراقي انما على صعيد العراق كله شو تحب تقول اهلك وناسك في الموصل سيشاهدوك عبر قناه الموصليه؟ انا اقول انه لنعمل سويا. ان شاء الله. لكي نعيد بناء الموصل. ان شاء الله. عشان اشوفك الموصل اكيد انت ابن الموصل، واكيد احنا وياك قلبا ولسانا. انا متاكد انه اهل الموصل اينما يكونون سيعملون من اجل الموصل ومن اجل الانسان الموصل. مشاهدينا عزام أستمر وياكم اكيد من خلال برنامجنا ومثل ما نتحدث مواضيع كثيره اكيد نلتقي مع الكاتب والمؤلف والمخرج والاستاذ المميز المبدع اكيد دائما نشوف اعماله الحلوه جمال الشاطي الشاطي حلو حياك الله اكيد احنا بالموصل واك الشط بالموصل شط واك فانت اخر مره زيارتك الموصل ايضا توجهت الى مناطق موصل مثلا خلينا نقول والله حقيقة يعني من زمن طويل أنا ما رايح للموصل وأتمنى اليوم أزور الموصل أكيد هاي منك إحنا مبادئ أيضاً من عندنا ونوجه إلى فنان الموصل إلى محافظة نينة ومجلس محافظة أن الفنان جمال شاطي يحب يزور الموصل وأيضاً عندك أعمال مسرحية تحب تقدمها على قاعة الربيع يعني بالنسبة للموصل تشكل علامة فارقة في حياة كل العراقيين أولاً المدينة الممتلئة بالخير والمحبة والعطاء وثانيا المحنة اللي مروا بها أهلنا بالموصل يستاهلون أن نزورهم ويستاهلون أن نقدم لهم عروض مسرحية وأنا رهن إشارة أي شخص في الموصل يدعوني سأكون هناك في الموصل ونعملنا. أستاذ جمال اليوم دور الفنان العراقي في الانتخابات القادمة كيف راح تختارون الشخص المناسب في المكان المناسب؟ حقيقة أنا مرشح للنقابة مرشح لعضوية المجلس المركزي وسبق لي وأن عملت عضو في الشعب المسرحية ومن ثم رئيس للشعب المسرحية وأعتقد أن لدي الكثير من الأمور اللي أطمح أن أقدمها مو فقط لفنانين العاصمة بل لكل فنانين العراق نعم أيضا إحنا بعد أيام انتخابات في البرلمان كيف نختار الشخص المناسب؟ انتخابات البرلمان الاختيار آه سيكون صعب لماذا لما يكون فنان اختار فنان؟ احنا نعرف اكو فنانين رشحين. ليش ما نختارهم مثلا؟ يعني وجهه نظري عن الشخصيه آه يعني انا كجمال الشاطي لا ارشح للبرلمان لانه الجمهور آه قبل بينا كفنانين صح. حلو. ما قبل بينا كسياسيين حلو. وهناك عدد من الفنانين آه بالدورات السابقه رشحوا وما فازوا صح. يعني اتمنى ان يفوزون الفنانين وان ياخذون دورهم بمجلس النواب وباللجنه الثقافيه ويدافعون عن الفنان العراقي. نعم، ايضا استاذ جمال اخر عمل لعمالك من المسرحيه في ال... اخر عمل لي كان كتابه نص ماكو مثلنا الذي عرض على مسرح الوطني وعرض اخر اخراج اخراج طلال الحادي من الممثلين ناس طالب وخضيرة بن عباس وكاظم القريشي كيف كان العرض كيف كان الجمهور يعني شد الجمهور؟ يعني هو كانت تجربة مغايرة لما يقدم في المسرح الشعبي حيث انه استطاعت المسرحية ان تحقق حضور متميز وواضح للعائلة العراقية أوكي. أتمنى لكم كل الخير والمحبة والسلام والوئام وتعيشون براحه واطمئنان وان شاء الله يتعمر مدنكم وتخلصون من بقايا داعش عزام أستمروا وياكم اذا نلتقي مع شيخ الفنانين العراقي رايد من رواد الفن العراقي الفنان العراقي المغترب والمتواصل في العراق اكيد الاستاذ الكبير والجميل والمتواصل غازي كنا، مرحبا استاذ غازي مرحبتين اهلا جاسم الحمد لله الله يخليك وين ملتقيين بقناه الموصليه حبيبتي ياما بشيتنا <applause> بس احنا ورجع الموصل بعد ماكو قناه الموصليه من القنوات اللي اعشقها واحبها اوكي استاذ كونك انت رئيس لجنه تحضيريه في انتخابات الفنانين بعد ايام، بس احنا نشوف شنو التاخير يومية تتاخر يومية بيوم ويوم شنو الموضوع؟ السبب تت... سببكم؟ لا شنو السبب؟ لا لا مو تتاخر استاذ جاسم احنا بالنسبه لنا لجنة تحضيريه احنا يعني اللي يهمنا ان نعمل الانتخابات باسرع وقت ولكن هناك امور خارج عن 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 الاراده اللي هي أقعدنا اخوان زملاء فنانين مرشحين بعثنا الاسماء المرشحين الى لجنه المسائلة والعداله إلى حد الان دا ننتظر ايش وقت يعني ينطونا الاوكي والقبول بالاسماء ولذلك احنا احنا دا ننتظر الى حد الان ولذلك احنا دا يعني كل ما نعلن عن عن يوم الانتخابات ماكو جواب من يعني المساله نعم. هو هذا نعم. نعم نعم استاذ احنا اكيد انتم متهين الانتخابات يعني الفنانين أكيد. حتى كل محافظات كيف راح يكون ايضا دور نقابه الفنانين فرع نينة في الانتخابات هل هم راح يحضرون كيف راح يكون اكيد نعم. لازم يحضرون نعم. انا اريد اسوي نداء من خلال نقابه الفنانين الفنانين اي اقول انا احنا دائما احنا كفنانين ننتقد النقابة ننتقد المسؤولين بالنقابة ننتقد الإدارة بالنقابة كذا هذا مزين ذاك مزين هذه هذه الانتخابات هي نقا... يعني انتخابات حرة أنت كفنان تعال أكو صندوق اختار الفنان اللي تحسه بالضبط يعني أنت ليش ضلت تحكي وظل تدمر وظل وأنت ما تجي أصلاً النقابة وأصلاً ما تجي تدفع اشتراك وتساعد النقابة أنا أدعو أخوتي وزملائي الفنانين بالموصل ان يتشرفون النقابه يعني يتفضلوا الى النقابه ويوم الانتخابات هو الصندوق اللي هو الحاسم هو اللي قرر ان شاء الله احنا اكيد استاذ شنو راح يكون مواضيع بعد الانتخابات هناك مثلا اعاده المنحه قطعه ارض الفنان الفنان ينتظر هل يوم الرئيس التحضير شنو راح يكون حديثك مع الفائزين اللي راح يمثلون او يترأسون النقابه والله انا يعني ادعي او ادعو اخواني اللي ان شاء الله يفوزون في إدارة النقابة نقابة الفنانين المتعبة أن لا يملون أو يكلون من المطالبة بحقوق الفنانين لأن يعني الفنان خصوصا نقابة الفنانين مع الأسف وكررها أقول مع شديد الأسف هي من دون باقي النقابات نقابة متعبة جدا والسبب معروف يعني السبب واضح أنه إحنا كفنانين بصراحة غير متكاتفين، غير مهتمين. كيف نتكاتف بعد؟ يعني مو انا قلت تعالوا تعالوا هاي النقابه، تعال انا اختار جاسم صح اليوم اعرف هذا أقول ما اختار فلان صح اللي صح فشل، صح وهكذا. اختار شخص عنده علاقات، الشخص عنده اللي شخص عنده اللي عنده علاقات، شخصية معروفة اللي تاريخه معروف، واحد. يقدر يروح يقابل وزير، يقابل صح صح كذا، يطالب، حتى ذاك يحترمه يعني المسؤول لما لما يجي شخصيه مرموقه، تاريخه الفني كذا كذا معروف، غصبا عليه يسمعه. اوكي. كلمه خريشه تحب تقول فنانين في محافظه نينوى اقولهم تكاتفوا وتعالوا يوم الانتخابات وقرروا الشخص اللي يخدمكم مش انا اشوفك ايضا في الموصل قريب ولو انت الموصل بس حبيبتي, في حبيبتي. حبيبتي الموصل حبيبتي تحياتي الى كل ادباء وشعراء وفنانين الموصل المظلومه الحبيبه أستاذ الاعزاء مستمر ايضا نلتقي مع الفنان الجميل العراقي المميز ايضا دائما نشوفه في كل محفل في ربوع محافظاتنا العزيزه الدكتور المميز الاستاذ عامر الحديثي مرحبا استاذ عامر اهلا وسهلا مرحبا يسلمك عامر انت كونك نائب رئيس لجنه تحضيريه نقابه الفنانين نعم. آه نشوف يعني بعد ايام نقابه الفنان ايضا راح يكون انتخابات وايضا بعد ايام انتخابات في البرنامج العراقي اللي كانت راح تكون نفس الايام قريبا يعني اولا كيف نختار الشخص المناسب دور الفنان في دور انتخابات البرلمان كيف راح يكون دور الفنان يعني حقيقه المفروض المفروض يعني كل واحد مو بس الفنان المفروض من ينتخبون يشوفون النزيه الصادق الكفوء ويلغون كل اعتبارات اخرى لان هاي اول وتالي بالنتيجه نتيجتها عليك انت المنتخب يعني لا راح يفيدك انه من طائفتك ولا راح يفيدك من حزبك ولا راح يفيدك من منطقتك ما يفيدك الا اذا كان هو مخلص وصادق وكفوء لكن وقت راح الفائده تعمل الجميع إذا استاذ عمر احنا بعد ايام راح يكون انتخابات نقابه فنانية بس نشوف يعني تاخرت يعني كل اسبوع الاسبوع كل الجاي شنو السبب التاخير؟ يعني تعرف احنا يعني اكو اليات للانتخاب يعني احنا عندنا الاسماء لازم تحصل على موافقات جهات يعني الجهات الامنيه المختصه يعني المساله والعداله بالذات يعني لازم شو اسمه تجينا الموافقه على الاسماء حقيقه يعني صادفه يعني زامنت انتخاباتنا مع انتخابات مجلس النواب فصار زخم عليهم بالتأكيد يعني شوية تأخروا ورغم هم الناس يعني سعونا أن يص يعني يسرعونا بعملية يعني تدقيق الأسماء ومع هذا شوية تأخرت هذا التأخير أدى إلى تأخير انتخاباتنا احنا بالوقت الحاضر أيضا أكو كم اسم يعني بس اكو اسماء بها اشتباه وكذا يعني ومن هالقبيل يعني يعني اكو اشتباه باسم الاب اكو اشتباه باسم الام يعني كم اسم احنا ما نقدر نباشر عمليه الانتخاب الا تكمل كل الاسماء استاذ اليوم احنا كيف نختار الفنان كيف انت كيف اختار الفنان شو كيف اختارهم حتى نرجع لهيبة الفنان المنحه الارض باقي لا هي هي مو المنحه والارض يعني احنا يعني اكو اكو كثير من ال يعني المنجزات على الطريق بحاجه الى تحقيقها لان الفنان حقيقه حقيقه يعني الفنان هو نبض الشعب العراقي يعني والفنان هو اللي صوب مسيره يعني الثقافه والتكوين اذا تسمح لي اذا تسمح لي فالفنان يعني عليه توكل مهمه الفنانين والودباء قصدي يعني يعني المثقفين خلينا نقول عليهم توكل مهمه التنميه التنميه الاجتماعيه ولذلك بحاجه الى تدقيق اكثر في اختيار القيادات الفنيه يراد ناس كفوئين يراد ناس مثابرين يراد ناس نشطين يراد ناس عندهم مثل ما تفضلت عندهم علاقات ويراد ويراد عندهم القدرة أن يقنعون لأن إحنا مع يعني نحكيها بدون تردد وبدون أن القيادات السياسية لحد الآن بعيدة عن فهم دور الفن في المجتمع ولذلك يراد يراد يجون للنقابة عندهم القدرة على إفهام مو 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 استجداء فهم لا افهام الفنانين الجهات المعنيه الجهات يعني اصحاب القرار افهامهم بدور الفنان في المجتمع، نعم. في أحداث التنمية الاجتماعية، نعم. في بناء إعادة بناء الشخصية نعم. العراقية. فنان نعم. الموسيقى كيف راح يكون انتخاباتهم. والله سنة يعني سنة. هم كل كل فنانين العراق راح يكون نفس نفس الأسلوب، نفس ال إحنا الـ يعني سنة ملزمين. شو يعني كيف راح يكون حضوره؟ الـ يعني الـ ها الح نفس نفس الحقيقة إحنا عندنا بدنا ننتظر يعني. آه يعني بدنا ننتظر دعم من وحقيقة أرد أعيدها إحنا أنا قلتها سابقا وأرد أقولها السيد وزير النفط مشكورا وزير النفط مشكورا كان دعمه رائع للش اسمه ولحد الآن فدا ننتظر بعض الإجراءات ها في حالة حصولنا على الأموال اللازمة راح إحنا يعني نحدد لكل محافظة آه مبلغ معين حتى يساعدهم للحصول للمجيء وللاقامه وللأدابة. واذا ما واذا ما توفرت المبالغ يعني مفروض كل فنان هو يتحمل مسؤوليه ال... دكتور دكتور بس اذا بس اذا ش... شيء اخر احنا بالقانون ايضا يبيح لنا انه الـ 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 يعني الانتخاب بالمراسله، نعم. فراح نعطي فتره اسبوعين لارسال آه وهاي الاسبوعين بعد ان سالنا من الجهات المعنيه بالبريد قالوا كافيه لايصال الرسائل الانتخابيه ايضا احنا سوينا اليه للانتخاب بالمراسله شكرا دكتور يسلمك سالتني سؤال ب... الموصل. الموصل اهل الموصل دائما في الاحداق اهل الموصل مش حقيقه مش إن, شاء الموصل. ان شاء الله نجي نجي ان شاء الله وعد وعد أصدقائك أصدقائك بالتأكيد, بالتاكيد بالتاكيد اصدقائنا وأحبانا والغاليين علينا كلهم في الموصل مشاهدينا عزام مستمر وياكم ايضا نلتقي مع الموسيقي العراقي الموسيقار عاصف القانون استاذنا وحبيبنا اللي دائما نشوفه ويا كل فنانين الرواد واكيد الفنان جمال السماوي مرحبا استاذ جمال انا حبيبي اهلا وسهلا استاذ جمال تكونك فنان كيف نختار شخص مناسب في مكان مناسب دور الفنان بعد انتخابات في البرنامج شنو راح يكون دوركم في الانتخابات؟ والله دورنا دور اي مواطن شريف يعني يعني ينتخب الانسان أول النزيه الشريف المجر المجر قل... قلت المثل الماشي اليوم احنا نريد شخصيه اجتماعيه مرغوبه من كل الناس نكون نزيه اول ما في وايضا نريد وجوه جديده ماشي. هاي الوجوه الجديده بالضبط وجوه كل وجوه جديده وشريفه ومدنيه وعلمانيه احنا نريدها الامان. والله احنا الفنانين احنا نريد الفنان. شريحه كبيره من الفنانين لا انتخابات اه انتخابات نعم بالتاكيد نخاف كلش مهمه م... وجوه. بالتاكيد تغيير وجوه وايضا احنا يتحمل مسؤوليه كل القطع هاي المساله كلش نحرك مهمه الفنان. بالضبط هي هي و... و... ايه. وانا اشجع بالضبط الحركة أرض والله احنا خلينا بالمشروع اللي خاص عن يعني الموسيقيين يعني حوالي خمس ست نقاط ان شاء الله اعمل عليها واذا فزنا ان شاء الله احنا راح نقدم لكل اللي يردون الموسيقى العراقيين. نعم شو تحب تقول زملائك فنان الموسم والله الموصل انا قلبي وخياني وتعرف انا قد محبتي خاصه للموصل واتمنى لهم دائما الخير. انت عندك حفلات بالموصل ان شاء الله سابقا والله انا عامر يونس يعني اكبر كثير عملت مع الفنانين عراقيين حفلات في الموصل والله الفنان يعني كل جيل السبعينات انا اشتغلت معهم سعدون جابر ياس خضر آه كلها بالموصل كلها بالموصل <applause> هي مع آه. مال آه. الربيع كلها هناك ربيع. أي يعني مهرجان الربيع ويعني هاي المناسبات نشوفك اليوم آه. آه. آه ايضا فنان فنان رواد يكون وياك وتعزفون <applause> <applause> ان شاء الله ان شاء الله والله انا اكو مشروع انا ونجاح عبد الغفور احتمال راح نذهب الموصل ونقدم هناك اعمال ان شاء الله مشاهدينا الاعزاء اكيد بعد ما التقينا مع مجموعه الفنانين العراقيين تحدثوا بكل شفافيه بكل صراحه عن دورهم راح يكون في انتخابات البرلمان العراقية القادمه اكيد تحدثوا بكل روحيه وايضا تحدثوا عن دورهم راح يكون في الانتخابات واكيد احنا ايضا راح نكون ويا فنانين العزاء وكل اهلنا في كل محافظات العراق فنانين وايضا لابد نختار الشخص المناسب المكان المناسب آه كافي مثل ما قلت تعبنا لازم نغير الوجوه لازم نختار الشخص المناسب لازم نختار الشخص اللي يحب بلده يحب اهله ويحب ناسه وخاصه يحب فنانين لازم يعود دور الفنان العراقي مثل ما كانت في ايام الماضيه باذن الله الفنان العراقي يعود اكيد اكيد ايضا مدينتنا العزيزه من خلال فنه واكيد قاعه الربيع يعود من خلال ناس الطيبين اللي, اللي راح يكون بعد انتخابات اكيد احنا راح نبقى وياهم ونتواصل وياهم أه وصلنا نهاية حلقه من برنامجكم برنامج الموصليه في المتنبي كان وياكم في اعداد التقديم انا جاسم حيدر وإيضا أه نتحدث ونراكم في حلقات قادمة عن مواضيع أخرى